لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ارحمها إن شاء الله وتجعل مثواها جنة إن شاء الله. مشاهدين ومتابعين شوف تيفي في هذا البث المباشر وعاجل من الجديدة، الشابة سناء اللي صفاها لها العشيق ديالها بوطة ضربها الراسة والضربة أطرات عليها، ويوم ورا يوم ولات الحالة ديالها في واحد الحالة يعني خطيرة وخطيرة جدا. اليوم كنشوفوا حسرة كبيرة من جانب العائلة ديالها، وصراحة يعني القلوب كاملة ضامنت معاها، وكل شيء بغيت طلب واحد هو أننا نشوفوا الدعوات ديالكم الى جانب هاد الشابه سناء، الشابه اللي راحت في عمر الزهور. هادشي اللي بغينا، الدعوات ديالكم ليها بطبيعه الحال. وكما كتشوفوا مشاهدين متبعين شوف تيفي، تبعنا الاطوار ديال القضيه باكملها بطبيعه الحال. كما كتشوفوا على هذا البث المباشر اطراف من العائله ديالها اللي راهم دابا غادي يتموا غادين باش اننا غادي نتبعوها يعني من الجانب ديال سيارة نقل الأموات كما كتشوفوا مشاهدينا ومتابعين شوف تيفي في انتظارها وانتظار سيارة نقل الأموات أنها تحرك العجلات ديالها. صراحة إن لله وإنا إليه راجعون بطبيعة الحال. وكما كتشوفوا معنا كما الأم ديالها كما كتشوفوا شتفت السيارة بواحد الحسرة وبكاء الصراحة خيالي، لأنها البنت الوحيدة اللي عزيزة على القلب ديالها. الصراحة إن لله وإنا إليه راجعون، بطبيعة الحال. وسناء، واحد الشابة اللي الصراحة أنا كنعرفها شخصيا وقرات في المدرسة اللي كنت كنقرا فيها أنا وهي صغيرة، لدرجة أنها غير كضحك شابة الابتسامة ما كتفرقش عليها، الابتسامة ما كتفرقش نهائيا على الوجه ديالها. الصراحة اللي غنقولوا هو إن لله وإنا إليه راجعون. بغيت الدعوات ديال جميع المغاربة وجميع المغاربة أنهم يدعوا مع هاد الشابة سناء اللي مشات في مقتضى العمر ديالها أنه 21 سنة، ومشات بواحد الطريقة اللي طريقة يعني ما تبغيهاش لشي واحد. أن العاشق ديالها هي حسب ما كانت قالت لنا الأم ديالها أنه وصحابات ديالها أنها كانت كتبغيه، وشوفوا دابا هاد الحب هذا فين وصل هاد الشابة هذه. واللي بغي نقول هذا بحد ذاته أنها جريمة قتل، لأنه قتل جوج رواح، قتلها هي وقتل وقتل حتى الجنين اللي في البطن ديالها بطبيعه الحال. وصراحه شيء مأساوي. أننا غننتقلوا دابا الى المنزل ديالها باش اننا نشوفوا العائله ديالها في واحد الحسره، وغنشوفوا جميع الاجواء اللي غادي ننقلوا لكم بطبيعه الحال. وكما تشاهدونا مشاهدينا متابعين شوف دابا في هذا البث المباشر، الشابه سناء، الشابه اللي راحت في مقتضى العمر ديالها 21 سنه، اللي راحت ضحيه قتل بطبيعه الحال. كما كتشوفوا مشاهدينا غادي نتسناو على ما لومبيلونس خرجات باش اننا نمشيو. انا لله وانا اليه راجعون. وغنمشيو دابا لحد الان البيت ديال عائله سناء. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في مستودع الاموات ديال المستشفى الاقليمي محمد الخامس بطبيعه الحال، اللي كما كتشوفوا معنا. وعلى هذا البث المباشر كتشوفوا معنا حسره كبيره لجانب العائله هادو. الله يحفظك خويا. ها هي الشابة سناء، الشابة اللي راحت مقتضى العمر ديالها كما كتشوفوا على هذا البث المباشر. ها هي لومبيلونس دابا غادا. الله يرحمها والله يوسع على هذيك القبور. وهذا الشيء ما كناش كنتمناو لحتى شي واحد، كنا كنتمناو اننا نشوفوها
يعني في احوال احسن واحسن. انا لله وانا اليه راجعون بطبيعه الحال كما كتشوفوا على هذا البث المباشر. الله يرحمها والله يوسع عليها دقه القبور بطبيعه الحال كما كتشوفوا على هذا البث المباشر. الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحمه والله يوسع على دقة القبور بطبيعة الحال في انتظار. حنا مازال غنمشيو حتى البيت ديالها وغادي نعرفوا ونشوفوا الاجواء كيف دايرين في الحي ديالها، لان على حسب ما قيل وقال ان جميع الناس اللي ساكنين تما عزيزه عليهم هاد البنت عزيزه. عفوا المشاهدين على انقطاع الصوت، وحنا دابا غادي نلتحقوا البيت ديال سناء، البيت ديال سناء اللي غادي نلتحقوا به لحد الان. يعني هما يا ربي ترحمها سناء، باش نعاود لكم التفاصيل ديال سناء. سناء واحد الشابه اللي راحت في مقتضى العمر ديالها 21 سنه، كما شفتوا سياره نقل الاموات خارجه ومشات الى بيت ديال سناء، وحنا غادي نلتحقوا بها حاليا كما كتشوفوا على هذا البث المباشر. سناء كانت واحد الشابه جميله، شابه الابتسامه ديالها ما كتخطاوهاش، شابه اللي راحت ضحيه حب، ضحيه كما نقولوا حنايا الشاب اللي عنده اللي في العمر ديالو تقريبا ينازل واحد 25 سنه بحال هكا، اللي كان كيهدد بالسلاح الابيض، كان كيهدد انه غيقتلها الا ما خرجات تلاقى به، كان كيهدد انها الا ما خرجاش وشافها كان كيضربها لدرجه انه كان كيضربها بالسلاح الابيض. عيب حشومه انا نجاوب بحال هكا، عيب وعار 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 والله. انها كانت اللي كتقرا فيها شابه ما كتقدرش تقول لك حتى لا، الا كان عندها قلب يموت كتقسموا معاك. انا كان كيقرا الحال لا اله الا الله وانا محمد رسول الله بطبيعه الحال كما كتشوفوا. يعني شابه زينب الصراحه انا ملي سمعت الاخبار ديالها وتلقيت اتصال ديال الاهل ديالها اللي هما كيعرفوني انهم قالوا لي ان زينب مشات. زينب حتى في الام ديالها يقول لها ما خرجتيش غندير لك وغندير لك، هي بطبيعه الحال كانها شابه وخافت ونقطه الضعف ديالها انها يتيمه وخافت انه يجي للدار ديالها ويحاول انه يضرب الام ديالها ولا شي حاجه. قالت حقها ما نقولش الام ديالي وما نقولش لدارنا، هزات الهم ديالها بوحدها وهزات الهم ديالها غير راسها. لذلك هاي النتيجه ديال بعض الشابات اللي ما كيقولوش لوالديهم والشابات اللي كيخزنوا على والديهم، هذا الشيء ما كيتخباش وهذا الشيء بحد ذاته انه خاص يتقال لوالديكم، خاص يتعرف لوالديكم. الشابه زينب اللي سد عليها العشيق ديالها في كراج وبدا كيضربها ببوطه وجا وشتف عليها الكرش ديالها باش انه يطيح لها التيلات ديالها. عيب وعار اقسم لك يمين الا عيب وعار على هذا الشاب هذا، ولذلك خاصهم يعرفوا انه ما قتلش غير روح وحده، قتل جوج الارواح اللي قتل، قتلها هي وقتل الجنين اللي وسط البطن ديالها. وبذلك مشاهدينا ومتابعينا شوفوا كما كتشاهدوا معنا حنا في الطريق الى المنزل ديال سناء باش تشوفوا شحال ديال الناس كيبغيوها وشحال ديال الناس كيحبوها وتشوفوا شنو وقع. حنا دابا في الطريق اليها، واخا باس علينا سيارات نقل الاموات اننا غادي نلتحقوا بها كما كتشوفوا حنا في الطريق الى المنزل ديالها. وهذه رساله بحد ذاتها وهذا العبره لبعض الشابات اللي كيقولوا حقا راه كنبغيو، يقولوا حقا راه كنبغيو ونقول لوالدنا راه غير شي يخطبني راه غير شي يدير ليا. حتى بالنسبه للدراري ماشي غير الدريات يحاولوا يحذوا راسهم، يحاولوا يشوفوا راسهم لان هاد الشابات ولان هاد الناس هادو، ويحاولوا يتاكدوا ويحاولوا يعرفوا شنو السر ديال البنت. والبنت ماشي تقول حقا بنتي غنضربها بنتي غنعطيها العصا باش تقول لي لا، هذا ماشي تصرف. انك بنتك حاولك تجريها عندك، حاولك انك تعرف فيها شنو عندها، ماشي صافي غير اجي نضربها باش تقول لي لا لا لا. بنتك خاصك تجريها عندك تسلبيها عندك
طبيعة الحال كما كتشوفوا حنا دابا شاقين الطريق الى المنزل ديال سناء، لاننا شفنا واحد الحسره، حسره كبيره ديال الام ديالها، ديال الجيران ديالها، ديال العم ديالها، ديال الخال ديالها اللي كان محتضنها في البيت ديالو عنده، وكانت قريبه له طبيعة الحال. درنا معاه استجواب عبر الموقع ديالكم، موقع قناه الشعب، قناه شوف طبيعة الحال، اللي رسلت لكم اول منبر اعلامي اللي رسل لكم الصوره والصوت ما قيل وقال على لسان طرف الام ديالها بطبيعة الحال كما كتشوفوا. وحنا في الطريق الى المنزل ديال زينب. زينب اللحظات الاخيره اللي غتشوف المنزل ديالها وهي تحت، غتكون تحت رعايه الله سبحانه وتعالى. هي دابا لحد الان اللحظه الاخيره ديالها في الباب ديال المنزل ديالها. الاخت ديالها في واحد الحاله حرجه، هي عواج ليها الفم ديالها، جا شلل في الفم ديالها، ولكن الحمد لله ربي بدات شويه بشويه انه كيرجع لها الفم ديالها، لانها مازال قبيله. اقسم لك يمين واحد اللحظات الى باش تعرفوا ان الدنيا كامله ما ساويه والو، انها كتمشي حدا الباب ديال مستودع الاموات وكتشوف اللحظات الاخيره ديال الشابه زينب اللي هي الاخت ديالها. اقسم لك يمين لواحد النور، واحد النور ديال الله سبحانه وتعالى ضارب لها في وجهها، واحد النور ديال كتبان انها بريئه لواحد الدرجه اللي بزاف. انا شخصيا هزوني المشاعر وهزوني الحسره للقلب، لانها وبكيت اقسم لك يمين، لانني شفت اللحظات الاخيره ديال زينب، رغم انها ماشي يلا غير عرفتها، انها كنت كنعرفها شحال هذه، وكانت بحكم ان المدينه صغيره والمدينه كنعرفوا بعضياتنا مزيان، انها كانت اكثر هي كنشوفها في المدرسه اللي كنت كنقرا فيها انا، انها هي كانت صغر مني وكنت كنعرفها. واللي غنقول الله يوسع على ثقة القبور والله يرحمها. وبغيت نقول للناس اللي كيشوفوا في هذا البث المباشر ان يدعيوا معها بالرحمه، انها مشات شهيده عند الله سبحانه وتعالى، لا هي للجنين ديالها اللي باقي ما شافش الحياه، لانها راحت ورده من الورود وزهره من الزهور، راحت بحال شي رمشه عين راحت علينا سناء، رمشه عين جات علينا سميت سناء، والضحكه ديال سناء والبهجه ديال سناء والحسن كامل اللي كنا كنشوفوا في سناء راح علينا في رمشه عين. والان حنا باقتراب من المنزل ديالها، والصراحه واحد المنظر اللي كنقيس انا كنشوفه، انا ملي كتوقف سياره نقل الاموات امام المنزل ديال الضحيه وكتشوف العائله ديالها في واحد الحصره، لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، لاننا كنشوفوا هذه الحصره اللي ما كناش باغيين نشوفوها بطبيعه الحال. وكنشكروا بطبيعه الحال طاقم شوف تي في اللي صار وواكب هذا الحدث من الاول حتى الاخر ديالو، ولا كان الصحفي الزويل بطبيعه الحال اللي واكبنا هادشي، اول منظر اعلامي كياخذ التصريح ديال الام والتصريح ديال الاخت، يعني واكبنا هادشي من الاول للاخر. انا شفت اللي هي قناه الشعب اللي صوت لمن لا صوت له بطبيعه الحال، وان شاء الله حنا قراب من البيت ديال سناء، وغادي نقول لكم باقي اطوار القضيه بطبيعه الحال كما كتشوفوا عبر هذا البث المباشر. صراحه كما شفتوا وتبعتوا في اللايفات، والناس اللي باقي ما شافوش البث المباشر يدخلوا للباج شوف تي في اوفيسيال او شوف تي في المراه، ويشوفوا الكلام ديال الام ديالها والكلام ديال الاخ اللي الصراحه انا هضرت معاه وقلت له واش تبغي تدوي، قال لي شوف، قال لي انا ما غناخذش حقي بالهضره غناخذه بيدي، وقلت لي لا، قلت له خليتي بيدك غتولي انت اللي ظالم، خليه ان الامن ديال مدينه الزمور، وهذه رساله الامن ديال مدينه الزمور انه خاصه يتخاذ الحق ديال هاد الشابه سناء اسرع وقت ممكن، لان علاش هاد الشاب حاليا باقي بحاله فرار؟ علاش هاد الشاب باقي ما تسدش؟ علاش باقي ما تعتقلش من طرف الدوليه الامن ديال الزمور؟ هذا هو السؤال اللي خاصنا نسولوه الصراحه. يعني حنا في اقتراب من المنزل ديالها بطبيعه الحال، باش اننا نشوفوا باقي اطوار القضيه، باش اننا نقول لكم صوت وصوره ما يقع وما يروج في الحي ديالها. حنا قربنا بقى لنا الى متروات قليله باش اننا نوصلوا الاب والام ديالها بطبيعه الحال. الصراحه حصرة كبيرة وحصرة تدمع القلوب بطبيعة الحال. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. وإحنا دابا قراب
لا قراب الحي ديال زينب. انتوما كما كتشوفوا شوفوا الناس علاش خارجين باش يشوفوا اللحظات الاخيره، اللحظات اللي كينتظرهم كل واحد، اللحظات لكل واحد كينتظر هاد اللحظات المؤسفه، اللحظات اللي بقات في جميع اخوان، في جميع الناس اللي كانوا، في جميع الناس اللي صراحه انهم شافوا هذا البث المباشر كما كتشوفوا على اعين الناس طبيعه الحال. وهذه هي الطياره اللي كانت معوش منها زينب. زينب هي الشابه اللي كانت يعني في مقتضى العمر ديالها انها شافت هذا الصراحه يعني يأفوس الامر اننا كنشوفوا هذا الشيء يعني هنايا. ما كناش باغيين نشوفوا هذه اللحظات وما كناش باغيين نتقابلوا مع الام ديالها. اسمح لي الله يحفظك. وهذه هي الام ديالها كما كتشوفوا. هذه الام ديالها كما كتشوفوا. الحاج صافي اش ويسر صافي عرج والله حاج عندك واحد شويه هاك السحب شنو غندير. كما تشاهدون مشاهدي ومتابعين شوف تيفي، حسره ديال الام ديالها وديال العائله ديالها، حسره كبيره وكبيره جدا كما كتشوفوا. شوفوا الناس باقيين ما باغيش انهم يبعدوا من 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 سياره نقل الاموات بطبيعه الحال. كما تشاهدون مشاهدي ومتابعين شوف تيفي كتشاهدوا معنا عبر هذا البث المباشر حصري وعلى المباشر ما يقع الان في حي لاله الزهراء بطبيعه الحال. فين وقعات هذه الجريمه؟ فين يعني ماتت هذه الشابه زينب بطبيعه الحال؟ انا لله وانا اليه راجعون بطبيعه الحال اللي كما كتشوفوا معنا وعبر هذا البث المباشر. دي معنا شوية الحال، دي معنا شوية، خلي يجي قدام. هادشي اللي باغي نركب بعد هادي.
هاك حيد داك كابل الميكرو وركب. حاولوا حاولوا مشاهدينا الكرام، يعني كما كتلاحظوا معنا وحنا سيارة الإسعاف اللي كتحاول يعني كتدخل سناء من بيت العائلة بعد ما تم يعني نقلها من مستودع الأموات بمدينة الجديدة إلى البيت ديال العائلة. الآن الأهالي والعائلة ديال سناء فغادين يودعوها سناء، سيوارى جثمانها الثرى بعد قليل بمقبرة سيدي محمد الشلح بمدينة سيدي بوزيد. كما كتابعوا معنا مشاهدينا على المباشر، أعداد كبيرة ديال الشباب ديال عائلة سناء الشابة اللي كما سمعنا وكما جاء على لسان الوالدة ديالها وأيضا الجيران ديالها والعائلة ديالها بأن السيد اللي كان باغي يتزوج بها كان ضربها ببوطة على الرأس ديالها، والان يعني هي كتفارق الحياه. وانتم كتشوفوا معنا مشاهدينا الاعداد الكبيره ديال المواطنين ابناء الدرب ابناء الحي ديال سناء وايضا العائله ديال سناء. سناء تودع الحياه في سن صغيره جدا، فهي كتبلغ من العمر 21 سنه. سناء حسب تصريحات العائله تصريحات الوالدين ديالها بأن هذا العشيق اللي حتى حملات وحتى اغتصبها عاد تكاتب معها، فكان كيحاول يعني يديرها الإجهاض، يحاول يقتل لها الشيء اللي في كرشها، ولكن ملي رفضات فهو أجهز عليها ببوطاكاز، وبالتالي يعني بقات كتشتر آلام هذا الإصابة، وبقات يعني مصابة في الرأس ديالها إلى حين الوفاة ديالها. وكتشوفوها الآن مدينة الجديدة تودع سناء، حي أن الله زهرة يودع سناء في هذه اللحظات. سناء يتم نقلها إلى مقبرة سيدي محمد الشلح ليوارى جثمانها الثرى، يعني في هذه اللحظات لحظات حزينة لحظات أليمة مشاهدينا. أنتم كتابعوا معنا هذا العدد الكبير ديال المواطنين اللي كيرافقوا سناء إلى مقبرة سيدي محمد الشلح في مدينة الجديدة. فيعني هذا الحزن يخيم على العائلة وعلى حي الله زهرة، مسقط رأس هذه الشابة سناء اللي كما قلنا لكم وكما كتشوفوا حتى الدراجات النارية. فأعداد كبيرة ديال الشباب أبناء الحي والعائلة يعني ديال سناء اللي غادي يودعوا سناء في هذه اللحظات إلى متواها الأخير إلى مقبرة سيدي محمد الشلح بسيدي بوزيد. يعني كما كتابعوا معنا كتشاهدوا معنا على المباشر من قناة شوف تي في، كانت السباقة يعني كما لاحظتوا الوالدة ديالها يوم أمس في أول خروج إعلامي لها كان بقناة شوف تي في قناة الشعب، وحتى الجيران يعني أولى التصريحات فهي كانت لقناة شوف تي في. قناة شوف تي في اللي دائما حاضرة معكم كما قلنا في جميع الظروف جميع الأحوال، دائما حاضرة مع المواطنين، مع يعني هي قناة الشعب دائما مع الشعب. والدليل على ذلك كما تشوف يعني قناة شوف تي في فهي حاضرة بعين المكان، وانتم تتبعوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في. فسناء يتم نقلها في هذه اللحظات بعد ما خرجوها من مستودع الاموات للمستشفى المحلي محمد الخامس، جابوها للمنزل ديالها لمسقط راس ديالها بحي لاله زهره، والان يعني كيتم نقلها الى مقبره سيدي محمد الشلح بسيدي بوزيد ليوارى جثمانها الثرى. فكما كتلاحظوا يعني سياره نقل الاموات اللي كتحمل يعني سناء يعني تودع مدينة الجديدة. سناء فمدينة الجديدة تودع سناء، سكان لاله زهرة سكان مدينة الجديدة كيودعوا سناء في هذا اللحظات. كما كتابعوا معنا الأعداد الكبيرة ديال الشباب اللي بالدراجات النارية بالسيارات ديالهم
كيحاولوا يرافقوا الى مثواها الاخير الى المقبره. لحظات حزينه تشهدها مدينه الجديده ويشهدها حي لاله زهراء. جديده تودع السماء في هذه اللحظات كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام. الان يعني يتم نقل جثمان ديال السماء الى المقبره ليوارى جثمانها الثراء في هذه اللحظات في هذه الاثناء مشاهدينا مشاهدي قناه جي تي في. دائما يعني معكم على المباشر في هذه اللحظات الالمه كيتم يعني النقل ديال السماء عبر سياره نقل الاموات باتجاه المقبره في هذه اللحظات في هذه الاثناء مشاهدينا كما تتابعوا معنا على المباشر. يعني هذا هو الوضع العام كما تلاحظوا هنا في مدينة الجديدة وفي شوارع مدينة الجديدة. موكب جنائزي كبير كما تلاحظوا أعداد كبيرة ديال المواطنين لكي يرافقوا سناء إلى المقبرة. يرافقوا جثمان يعني سناء وراء الثراء بعد لحظات. دائما معكم مشاهدينا مشاهدي قناة شوفي. معنا مشاهدينا لحظات أليمة لحظات عصيبة. يعني الحزن يخيم على الساكنة ديال الحي لاله زهراء مسقط رأس هذه الشابة سناء اللي كما سمعتوا العائلة ديالها والأقارب ديالها كما سمعنا عليها إلى الخير. سناء الكل كيشهد لأنها كانت إنسانة درويشة إنسانة طيبة. والواقع حسب الشهادات اللي استقيناها منذ ليلة البارحة إلى اليوم كما كتشوفوا الموكب الجنائزي لكي يرافق جثمان سناء وهي تودعنا سناء اللي غادي يتم يعني التحفيل ديالها. كما كتشوفوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوفي قناة الشعب في هذه اللحظات. وجثمان سناء سيوارى الثراء بعد لحظات مشاهدينا كما كتشوفوا اعداد كبيره من المواطنين من الشباب ابناء حي لاله زهراء ابناء الجديده اللي عايشوا عاصروا سناء شابه في مقتبل العمر. سناء فاس ديالها يعني ما كيبلغش ما كيتعداش 21 سنه. دائما معكم مشاهدينا على المباشر على قناتكم قناة تبتدي في اللحظات في هذه الأثناء كما تتابعوا معنا مباشرة. هذا هو الجو العام مشاهدينا يعني نتابعوا الجثمان ديال السماء. فمشاهدينا مستمتعي قناة شو تي في دائما احنا معكم على المباشر على قناتكم قناة شو تي في واللي غادي يعني في هذا الموكب الجنائزي ديال سناء. سناء اللي سمعنا عليها كثير واللي الكل تحدث وقال بان العشيق ديالها فكان عندنا حملات وبعد ما تاكد بانها يعني حامل حاول يعني يقوم بالإجهاض وطلب منها باش دير الإجهاض ولكن بعد رفضها فهو حاول الاعتداء عليها وضربها ببوطة جاز على الرأس ديالها وبقات كتشتغل الألم ديال الإصابة وديال الألم إلى حين وفاتها يوم أمس بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في مدينة الجديدة. فدائما مشاهدينا كما كتشاهدوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوفي في هذه اللحظات اللي غادي نودعوا فيها سناء. فكما كتشوفوا هادو يعني الجيران ديالها هادو الشباب اللي عايشوا سناء اللي يعني شاهدين على ميلاد سناء. سناء شابة كما قلنا كتبلغ من العمر
حوالي 21 سنة، هذا يعني موقف جنائزي ديال سناء، ديال إدمان سناء، يعني سيارة نقل الأموات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا متابعي قناة شوفي كما كتلاحظوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوفي اللي كترافق إدمان الشاب سناء اللي بطل العمر 21 سنة. على حسب المعطيات المتوفرة لدينا حسب المعطيات المتوفرة لدينا مشاهدينا متابعي قناة شوفي سناء تبلغ من العمر 21 سنة، كانت تقطن قيد حياتها في حي لالا زهرة بمدينة جلة. هذا الشاب اللي حسب الوصف ديال العائلة ديالها وديال المقربين ديالها اللي اعتدى عليها اللي كان كيعرضها لضرب مبرح، فهو كيبلغ من العمر حوالي 25 سنة، وهو من مدينة أزمور شمال مدينة الجديدة ضواحي مدينة الجديدة. يعني حالة من الحزن تتخيم على العائلة وعلى مدينة الجديدة وعلى حي لالا زهرة مسقط رأس سناء الشابة اللي كما كتلاحظوا معنا أعداد كبيرة من الدراجات النارية ومن السيارات اللي كترافق سناء. سناء الشابة اليتيمة، سناء الشابة الفقيرة، سناء اللي كانت كتعيش ظروف اجتماعية جدا قاسية، فهذا الشاب يعني حاول يستغل ظروف ديالها الصعبة الاجتماعية، حاول يستغل ظروف ديالها كإنسانة شابة فقيرة، وحاول يعني ما عندها لا حليل لا قيل، يعرضها لضرب مبرح، يعرضها لما تعرضت إليه سناء، وبالتالي فسناء تغادر الحياة، سناء تغادر مدينة جديدة، كما كتلاحظوا معنا متابعينا ومشاهدينا مشاهدي قناة شوفي. نحن يعني كنرافق سناء في هذه اللحظات إلى المقبرة ليوارى جثمانها، يعني أبصر في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي قناة شوفي. يعني موكب جنائزي عدد كبير من المواطنين اللي تابعين الجنازة ديال سناء في هذه اللحظات. سناء اللي كما قلنا شابة ظروف اجتماعية قاسية كانت تعانيها هذه الشابة، وهذا هو الشيء اللي خلى هذا الشاب يستغل ظروفها، يستغل أنها ما عندها لا حنين ولا حنين باش يحتاج عليها باش يعرضها للضرب اللي تسبب لها في الوفاة حسب العائلة ديالها حسب الأقارب ديالها. فحنا كنقتربوا يعني من المقبرة غادي نتابعوا ونواكبوا يعني لحظات ديال الدفن ديال سناء كما كتشوفوا على المباشر على قناتكم قناة شوفي اللي حاضرة هنا في مدينة الجديدة كما كتلاحظوا على مشاهدينا. المقبرة التي سيوارى فيها سيوارى جثمان سناء ترى بعد لحظات هنا في هذه المقبرة في مدينة الجديدة، مقبرة يعني الجديدة مدينة الجديدة كما يعني تتابعوا معنا تشوفوا معنا هذه اللحظات الحزينة اللحظات الأليمة. غادي نخليكم مع الزميل المهدي اللي غيواصل معكم هذا البث المباشر من هنا خلو
يعني كما تشاهدون مشاهدين ومتابعين شوف تي في، وشكرا للزميل احمد الزوين على تتبع هذه القضيه بطبيعه الحال، واللي كنشكروا هو مشكور الاحداث بطبيعه الحال اللي شوف تي في اللي هي قناه اول منبر يعني اصدر خروج الام ديالها او العائله ديالها بطبيعه الحال المنبر الوحيد. وبهذا مشاهدينا ومتابعين شوف تي في كما كتشاهدوا معنا عبر هذا البث المباشر كنشوفوا سناء وهي في اخر اللحظات لها مع العائله ديالها او مع الاقارب ديالها او مع الجيران ديالها بطبيعه الحال. صراحه لحظات اللي كتئس القلوب. انا الطلب ديال الواحد وبغينا جميع المغاربه انهم يدعوا لها بالرحمه، انهم يدعوا ان هذا الجاند هذا المجرم هذه ياخذ اقصى العقوبات، لما خداش لما اختهاش في الدنيا ياخذها عند الاخره عند الله سبحانه وتعالى كما كتشوفوا. وهذه هي اللحظات الاخيره اللي غادي تشوفوا فيها سناء الشابه اللي كما غنقولوا كانت كتحب داك الشاب، اللي خلاها انها تخاف من داك الشاب ونقطه الضعف ديالها، ولات هي داك الشاب اللي ولا باوديوات وبرسائل انه كيقول لها راه غنجي لك بزز غندير لك بزز غنطلع لك بزز. ولكن للاسف كما كنشوفوا نقطه الضعف اللي هي انهم يعني ناس محافظين، ناس يعني باقيين كيشوف باقيين كيخافوا الخوف بذلك انه امتص ديك نقطة الضعف ديال امتص ديك نقطة الضعف ديالها هي، وحاول انه يرجع ديك نقطة الضعف نقطة سلبية بطبيعة الحال. وغتقام الان صلاة الجنازة كما كتشوفوا على الشابة زينب، شابة زينب اللي شابة سناء اللي صراحة تفتس القلوب. وهذه هي صلاة الجنازة على شابة سناء اللي نقدر نعاود لكم عليها. أنا كانت أصلا كتقرا في نفس المدرسة اللي كنقرا فيها أنايا، واحد الشابة اللي شابة يعني ما كتخطيهاش الضحكة على الابتسامة ديالها، واحد الطلب ديال والديها والطلب ديال الناس أو الأقارب ديالها أنه يتم القبض على هذا المجرم هذا، والولاية ديال مدينة أزمور تحاول التحقيق وتحاول تدخل في هذه القضية في أقرب وقت ممكن، لأن الشابة سناء خاصها تتخذ الحق ديالها في أقرب وقت ممكن بطبيعة الحال. والله يرحم جميع أموتنا أجمعين كما كتشوفوا عبر هذا البث المباشر كما كتشوفوا. عفوا إذا تلت السمية في الأول لأن الشعور يعني تخالط ومشاعر السلطات وكلامي تبعثر مع وجود هذه الفاجعة بطبيعة الحال. وهذه هي صلاة الجنازة التي تقام على الشابة سناء، الشابة سناء في راحة ضحية شاب اللي كله كان على حسب ما قالت الأم ديالها وعلى حسب ما قالت لينا أنه لو كانت رجع ليا من نور كرة يعني شفتو بزاف حبيبي، ولكن راه ما عندك ما غادي ندعاوتكم مع هاد الشابة هادي اللي مقتضى العمر ديالها 21 سنة. الدعوات ديالكم شوفوا جميع الله يرحم جميع المسلمين أجمعين بطبيعة الحال. مشاهدينا ومتابعين شوف تي في كما شاهدتوا معنا عبر هذا البث المباشر من مستشفى الاقليمي محمد الخامس الى مقبره الان، وبذلك غادي تتبعوا اطوار القضيه في بث مباشر اخر في الحين. بذلك انتهي هذا البث المباشر، نتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله.